Support your boy, people. And remember, subscribe. رانا في سيدنا رمضان. بالنسبة للناس اللي للأسف ما عندهمش اللحم ولحم غالي في البلاد، نصحكم بروتينات البيض. البيض هاني شريت البيض، ها فهمتوني ولا لا؟ وشريت كذلك الخضرة كونجلي، لأن رخيصة راه يدير أنور وكالك، والروز بصمتي نوريلكم. ها بصمتي خضرة البيض والروز حضر بهم، راك تعرفوا من في رمضان ومام رانا مرضى ولا حاجة، دايما نبقاو في الريجيم، وان شاء الله نبرا ونرجع بقوة، لكن الريجيم دايما نحافظ عليه دايما دايما. اوكي المهم هاكا تشوفوا فينا، ان شاء الله ربي خير، لاجبنا الشفاء طهورا ان شاء الله، وربي يسهل عليكم ان شاء الله. داكور الفتة تاع رمضان هذه 15 يوم خضرة، هذه سقامت لي كل وقيلة ممكن واحد 6 يورو تاع الزوالية صح. او البيض قدا هذا مش بزاف مش غالي، الباطا دير 1 يورو فهمتو، هذا هو تاع مثلا نقولو حوالي 10 ايام. والروز بسماتي، والروز بسماتي كيف كيف، ها سقام لي 10 يورو، هذه وكل سقامت لي 25 يورو تاع 15 يوم. اوكي هذه غير تاع زواوله فهمتوا، بالماكله هذه تقدر تجيب فورمه فهمتوني ولا لا. اوكي هيا تبعونا. تدريب كتف اليوم ام رمضان، تدريب رمضاني كتف. هذا الدخله نتاعي كما قلت لكم، تمر بالفول السوداني، عندي 5 طريقه سنه معها كاس ماء، هو الصح فهمتوا، هذه هي السنه نتاعي. نعم هذه ان شاء الله حتى نفع. اهلا كما راكم تشوفوا، راه اول رمضان ليا، اول واجب راح ناكلو
هو البانكيكس. هاك تشوفوا البانكيكس، هذا مديور الا بالشوفان والبروتين فقط. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش بروتين تقدروا تستعملوا البيض، البيض فهمتوا ولا لا؟ البيض والشوفان، وحبيتوا تزيدوا اشياء كتمر ولا حاجه ما في مشكل. وبعد نعمل شويه هذا شو يقولوا البينابار، الفول السوداني، الفول السوداني فهمتوا، بالفول السوداني هذا نحطه لهنا في الكسره هذه في البانكيكس. وعندي هذه ماشي شوربه، هذه يقولها لا سوب، هذه السوب تاع خضره، الا الخضره بالماء مرحي وكل شيء. ودرت له شويه ملح، شويه للاشياء فهمتوا. هذا ما كان باش يكون في علمكم، هذا هو الواجب تاعي الاول. هذا قبل كنت ندير رسمه الشوفان ونخلطه في طبسيه وكل شيء وبالماء وكل شيء ناكلو مباشره، لكن درك درت بانكيكس. السما الروسه تاع بكري تاع يوسف اللي وري لكم الروسه تاع بانكيكس بكري، ومن بعد بداو يعاندوا فيا سي شمس وسي فيصل والقوم كامل. المهم المهم ها هذا هو الصح في البدايه الاولى مع هذا والتمرات، فهمتوني ولا لا؟ طريقه السنه والحمد لله. ولا هنا البي سي ا ان تاعي هذا ما كان فهمتوا. وبالنسبه للناس اللي ما عندهاش بي سي ا، ماذا بكم الماء ثم الماء، كثروا من الماء في رمضان. المهم لازم يكون مينيموم 3 لترات في الليل كامل فهمتوا ولا لا؟ صحه فطوركم والله مستعان ان شاء الله، ولا تقبل منا ومنكم ان شاء الله.